ما أحوجنا إلى الذكرى، وما أحوجنا إلى الموعظة، وما أحوجنا إلى النصيحة، ما أحوجنا إلى أن يذكر بعضنا بعضا، ويوعظ بعضنا بعضا، ويوصي بعضنا بعضا، وينصح بعضنا بعضا. الزمن الآن زمن الفتن وزمن المحن، وزمن أصبحت هذه الفتن تموج بنا مثل موج البحر. أصبحت الفتن هذه تعصف بنا يمنة ويسرة. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام يوم أن قال: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يعني من شدة الفتنة مثل سواد الليل، الله يعافينا وإياكم. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، الأولى شر من الأخرى، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافر، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نعوذ بالله من ذلك، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يهدم دينه وينسف دينه ويرمي التزامه واستقامته خلف ظهره بسبب عرض عرض له من أعراض الدنيا الخسيسة الدنيئة الحقيرة، التي نسأل الله جل وعلا أن يجعل الدنيا هذه في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا يا أخوان. نسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. فيا عجبا لكثير من الناس ممن يسجد لهذه الدنيا ويركع للدنيا، وإذا فاته شيء يسير من حطام الدنيا هذه أقام الدنيا وأقعدها وتحسر لذلك حسرة ما بعدها حسرة. لكن يا سبحان ربي، يوم أن تفوته طاعة من الطاعات لا يتألم لذلك ولا يجد في ذلك الحرقة ولا تلسعه حرارة هذه الطاعة التي حرم لذتها وفقدانها. فنشكو إلى الله عز وجل ما حل بنا من قسوة القلب والبعد عنه تبارك وتعالى. ولذلك يا عباد الله، قست القلوب وبعدنا عن الله تبارك وتعالى علام الغيوب بسبب حبنا لحطام هذه الدنيا الزائلة. نصلي الصلاة لكن سبحان الله العلي العظيم ما نحس وما نشعر برقة في هذه القلوب. نوعظ بالمواعظ والذكريات فما هناك قلوب ترعوي وتخشع وتنيب وتنكسر لله تعالى. نسرح الطرف في كلام الواحد الأحد فما تسح الأعين بالبكاء من خشية الله جل جلاله. فنعوذ بالله من قسوة القلب. ترى قسوة القلب والله مصيبة يا أخوان، قسوة القلب هذه مصيبة ما بعدها مصيبة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من قسوة القلب. رسولنا صلى الله عليه وسلم تعوذ من قسوة القلب، ودليل ذلك ما أخرجه النسائي في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه عليه الصلاة والسلام، يدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، أعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. هذا الدعاء احفظوه حفظ، ودعوا به في السجود وفي مظان الإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. والشاهد من قلب لا يخشى، قلب لا ينكسر لله، قلب يسمع المواعظ ويسمع ذكر الموت والدار الآخرة والجنة والنار، آيات عظيمات جليلات لو أنزلها الرب جل وعلا على الجبال تزلزلت وتفجرت وتصدعت وتدكتكت من خشية الواحد الأحد جل وعلا. يسمع القرآن يتلى ويسرح الطرف في كلام الواحد الأحد، ويسمع المواعظ والوعاظ والدعاة، الموت، الجنة، النار، القبر، القيامة، ولكن ما هناك قلوب ترق وما هناك أعين تسح بالبكاء من خشية الله. يا الله ما هذه القسوة، يا الله ما هذا البعد عنك، يا الله ما هذه القسوة التي ابتلينا بها يا عباد الله. نعوذ بالله من قسوة القلب.